السلام عليكم ورحمة الله، معكم شيف سارة أوسكان متخصصة في الطبخ التركي. ألوغ اليوم جيتكم بوصفة اللي هي كانت سبب النجاح تاعي، اللي كل واحد يتلاقاني في الطريق يقول لي سارة الوصفة تاعك تاع لي بيد هادوم، لو بروميي ايساي اللي درناه نجحت لنا. الوغ نتشكر كل من شكرني ونتشكر كل لي فان تاعي اللي راهم يشوفوا فيا دركا. فوالا ونشكر aussi قناة سميرة تي في وعلى راسهم فارس جيدي اللي هو جي بوكو سوكسي aussi معاه، نوجه له تحية خاصة. فوالا بون ما نبداش نهضر بزاف وما نطولش عليكم. الوغ الوصفة تقول كاين كاس تاع ماء، كاس تاع ماء دافي، وعندنا كاس تاع تاي لويل فيجيتال، وعندنا مغرف تاع قهوة ملح، زوج مغارف تاع قهوة سكر كريستاليزي، بيضة كاملة، وعندنا مغرف اون كويير ا سوب لا لوفور تاع الخبز، ونلمو بالفارينة. الوغ دوك نشوفو، دوك تشوفو المقادير اللي رايحة نحطهم في لو بيتخان، ونحركو كلش مع بعضها، نحركو يعني السوائل الصح، و sans oublier le yaourt nature. هو اللي رايح يدير لاباط، يعني لاباط تولي خفيفه، يعني كيما تزيدوا فيه لو ياورت ناتور لازم اجباري. الا ما عندكمش لو ياورت ناتور غير اشريو وديروا كلش مع بعضها هكا باه لاباط تصلح لكم. الوغ كيما قلت لكم عندنا كاس تاع ماء دافي، نحطوا السوائل مع بعضها كاع. هنايا جيكسبليك ايتاب باغ ايتاب، سوي لاباتك سيليا يلافا ادرس ديوروس. رايحين نزيدو كاس تاع تاي تاع الزيت النباتي، عندنا صورة توز يلافا ديوروس، مغرف تاع قهوة تاع ملح، ونزيدو اوسي زوج مغارف تاع سكر كيما راكم قاعدين تشوفوا هكذا، ونزيدو سي البيض بون نحطوه لهنا صح. فوالا بسم الله، بيضة كاملة، نحطو خميرة الخبز بالتركية اسمها ماش مايا، مغرف اون كويير ا سوب، ونزيدو اون ديرني لو ياورت ناتور. لي ما عندهاش لو ياورت ناتور تنجم ال رومبلاس ان دومي فير ا او لبن. فوالا نحركو كلش مع بعضها، بون لهنايا السوائل كاع حطيناهم مع بعضهم. درك واش بقالنا؟ لافارين، هنايا انا عندي لامارك نخدم بلا مارك سيل، او بيان ماما. لهنايا انا عندي 700 و 750 غرام فارينة، بيان سور لازم 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 تغربلوها، يفو لا تاميزي بيان افون. من بعد تحطو يواش 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 الى باي ديو اد جاكس زياده ايديو سونوس، vous allez ajouter petit à petit la farine. يعني راكم رايحين تزيدوا لا فارين بكميات صغيره كيما هكا برك، و بيان راكم الى راكم تستعملوا في لا فارين تاع الميزان ولا لا فارين تاع واحد اخرى نوتخ مارك، هذيك لازم ديروا كيما انا هكذا، يعني بالمغرف تزيدوا حتى تتاكدوا من لاباط اون دو افوار يا بوشان هامور البيزي لازم، يعني لاباط دو اتر كولونت يا بوشان هامور، يعني لاباط لازم تلصق في اليد. ودرك نبدا نخلط.
Alors, la première quantité, درناها, donc مازالت la deuxième quantité, مادابيا تبعوا l'étape هذه, étape par étape. إلا تحتاج نزيدوا لا فارين, إلا ما نحتاجوش, سي با لا بان تزيدوا, يعني قالك يوك, سي با لا بان. هنا راهي محتاجة لا بات نزيد لها أونكور لا فارين ونبيدها إلى فايد يوروم, يعني راهي محتاجة نزيد لها بتبتو لا فارين. Normalement, on n'insiste la farine parce que c'est le qawam qui nous a fait. Voilà. Normalement, c'est le qawam qui nous a fait. هذه لاباط اللي نحوس عليها درك, جوست نحي هذا هاوليكم لاباط كيفاش راهي, يعني جوست لميتها لاباط مش راهي قاعده تتعجن, شفتوها هاي هادي ديروا بها راهي تلصق في اليد, ها هي كيما هكا, ها يعني لو ريزولتا فينال تاعها هذا هو. ما قلت لكمش لموها حتى يعني الفا سو ديتاشي دي باروا, وانما جوست تتلم صدقوني, وهي مازالت ما هكذا عبالي لاباط لي با اونكور سوبل, مي هذا هو لو ريزولتا فينال تاعها. Donc, on va mettre la pâte, parce que je vais faire la pizza pour mes enfants, Inch'Allah, Lyon. En même temps, c'est facile. On va la laisser se reposer, Hatten, elle va doubler de volume. Yani, à peu près, quelques dakika ya klashok. Yani, 40 dakika, selon la harara de la cuisine d'Yelko. Donc, je vous laisse. On va aller dire sur les fêtes d'art. حتى يضاعف لها كما تضاعف في الحجم, في الحجم ان شاء الله. دونك انايا جو بريباري لا بتيت صوص تاع لا صوص طومات تاع لا بيزا, اللي هي جوست لا طومات كونسونطري اي شويه كاتشب وشويه وربعه, يعني ربعه حبات طماطم, نقيهم ونطيب كلش مع بعضها, نحط بيان سور شويه زعتره اي توم والملح وشويه سكر كما نقولها لكم ونعاودها لكم في توت لي فيديوز اللي نخدم فيهم. لا صوص طومات هي كينغ توم, متواجده في عنابه كونستانتين جو كرو, في سيتيف جي با انكور فيزيتي لي مارشي تاع سيتيف لي سوبيريت, دونك جو كرو راهي كاينه في سيتيف اوسي, متواجده في وهران تلمسان لي زوتر 48 ولايه جي با انكور فيزيتي, مي وانما على حد علمي راهي متواجده هذه كينغ توم, زوج مغارف ليكيفالونس تاع زوج مغارف تاع هذه لا طومات كونسونطري سي ليكيفالونس تاع 4 كويير تاع هيلو هذيك البستان والزهره دونك فو ميو ميو سي تري ايكونوميك.
وميم في المذاق تاعها في الماكله بنينه. جو كخوا كو جي ترو بارلي تشوكون شتم بورادا. نعاود نرجع لكم كيما ندير لا بيزا ونحطها في الفور على 180 درجه وتشوفوا لو ريزولتا فينال ان شاء الله. تشاو تشاو. نديرها جوست ما حبيتش نديرها باش تشوفوا الريزولتا فينال، وانما حبيت جو بارطاج افيك فو كيفاش نديرو بها لا باتا بيزا. شوفوا لا بات كيفاش راهي، راهي مريحه على الاخر. هكذا نسيرون فاريني بون. انا نحكم لهنا ماشي كاع، نغطيها بون. هنايا انا رايحه نزين الثانيه تاعي، انا هاي ليكم البصل والزيتون باسكو بناتي فريمون رايحين ما يحبوش لا بيزا. جو في فير اون بيزا نورمال تاع بناتي كيما يحبوها، جوست لا طوماط اي لا بات. هذا ما كان وفوقها زيت زيتون كي تخرج من الفور. الفور راني مشعلته على 180 درجه. بيان سور يفو فاريني ما تنساوش، ماشي حاجه. كيما تشوفوا لا بات نتاعكم راهي دايره لي بول هادو، سي كو لا بات تاعكم هي ريوسي. انا لهنا خليتها رقدت سي ريبوزي بساعات ياك لا شك، يعني ساعة. بناتي يحبوها رقيقة وانا تانا نحبها رقيقة، يعني فركات ماس يعني رقيقة وخشينة، يعني لو ريزولتا تاعها راهو هايل، طرية روعة، خير من تاع برا هادو اللي نشريو فيهم. رانا صافي ان بون مومون جو شيل با. الوغ نحط في هادوما السميوات الصغار، بسم الله. الوغ فوالا. الوغ رايحين نثقبوها، وهذه لا سامبل برك لبناتي كيما قلت لكم، وهاي ليكم لا صوص طوماط. بسم الله. الوغ نديروها جوست بالشكل هذا برك، يعني بناتي سون ان بو ديفيسيل. الى لقاو فيها فرماج ينحيو، الى لقاو فيها الزيتون ينحيو. دونك قالوا لي ماما سيل تو بلي جوست لا صوص اي لا بات. بون سا مارونجا. الوغ الوغ هادي لي انا كيما قلت لكم وفات لينا حنايا في الدار للكبار. نحط لاصوص طوماط، نحطو لي زوليف ونحطو لها الفلفل الحلو يعني الاختيار ليكم انتوما. بون نحب لي غو فور، نزيد لها البصل
ونزيد لها شويه ثوم. J'adore tout la pizza. Ondi del halhar. À qui d'un enfant il peut pas manger avec moi ça? Voilà. Agda. Ondi del hatta. Et voilà, la pizza تاعنا حنا راهي واجده باه تروح للفور شويه هاك ونرجع لكم كيما يكونوا جديد ان شاء الله. Et voilà le résultat final. ودروك نديروا لها الفرماج. Bien sûr, درت فوقها زيت زيتون تاع البنات. Elle est simple, c'est pour ça ma وريتهاش. راهي جوست لا صوص طوماط فوق لا بات. هذا ما كان. Voilà. La pizza تاعي راهي واجده à être dégusté. Bon, hadou ma les plats mais le rouge. Je vois qui m'a hâté de qui m'a ma le spatch gars. Hi les gars. Je vais tomber le jour. Il y a les mille même pas besoin. Le jour qui est une autre sorte ma. Alors. نقصها ونرجع لكم. الوغ هاي ليكم لا بيزا بعد ما ماساكريتها كيما قصيتها. درك رايحه ندوق معاكم شهيتكم في الجنه. بسم الله. الوغ ندير هكذا بركة. J'adore. Hara. Hey, là, je vois la pâte qui fait charahi. Khfifa, yani ma عندي ma ngoulkom fiha. Kima قلت لكم تنجموا ديروا بها هذه لا بات بالنوتيلا ومن بعد تدهنوها بالبيض من فوق. و فريمون راهي بنينه. ودردرو فيها شويه شوكولا تولي لاباط بريوش. وسي تنجمو ديرو بها بيزا. وسي تنجمو ديرو بها لي بيد اللي شفتوهم في قناه سميره تي في. ونعاودها لكم ان شاء الله عن قريب. برك برك دونوا لا روسيت باسكو احتفظوا بها باسكو سي اون روسيت ناجحه 100%. درك معليا غير نقول لكم نكمل لو بتي بو هذايا تاع لا بتي ترونش هذه تاع لا بيزا. نقول لكم كان دينيزي تشوكي با كان بيغروش ما كزارا. تهلاو في رواحتكم و نسديا بيانتو بور اون اوتر فيديو. بيزو باي باي.